مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منورني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده في مباراه الاهلي والداخليه، المباراه المؤجله من الاسبوع السادس. قبل ما نتكلم عن تفاصيل هذه المباراه لازم نعزي انفسنا ونعزي كل الوسط الرياضي في الفقيد الخلوق جدا جدا محمد السباعي، الاخ والزميل والعزيز على قلوبنا كلنا. محمد السباعي كل اللي عرفه شاهد له بالاحترام والادب وكل حاجه ايجابيه. محمد السباعي لو عارفين او عايزين تعرفوا قيمته ادخلوا على كل وسائل التواصل الاجتماعي عشان تعرفوا قيمه هذا الرجل اللي وجع قلوبنا كلنا كرياضيين، كل التعازي كنادي اهلي، كل التعازي كقناه نادي اهلي واسره النادي الاهلي كلها، تعزي هذا الفقيد وللاسره الصبر والسلوان. يعني النهارده اتحاد الكوره قرر الوقوف دي احداد على روح الراحل محمد السباعي في مباراه الاهلي والداخليه. محمد السباعي توفى بعد حادث اليم في الساعات الاولى من صباح اليوم. ان شاء الله العزاء عزاء المعلق الرياضي الكبير الراحل اللي وجع قلوبنا كلنا محمد السباعي غدا الاحد ان شاء الله بعد صلاه العصر بمسقط راسه في كفر صقر بمحافظه الشرقيه. وتشيع الجنازه بعد صلاه العصر، يعني شيعت خلاص بمسقط راسه ايضا. محمد السباعي خد دعوات النهارده يا جماعه، وجع قلوبنا بصراحه، يعني مش عايز اطول عشان نتماسك في الاستوديو. الاهلي بيرسل خطاب رسمي لنادي العين الاماراتي لضم النجم حسين الشحات ومستنيين الموافقه على هذا الخطاب. رحب بضيوف الكرام ونتكلم بقى عن تفاصيل حلقه النهارده او ملعب الاهلي النهارده. ضيوف الكرام الكباتن الكبار كباتن مصر والنادي الاهلي كابتن عادل طعيمه، منور الدنيا يا كابتن. اهلا كابتن. اهلا بيك. كابتن ماهر امام اهلا بيك. كابتن شريف اهلا بيك. اهلا بيك. يعني لو عايزين تعزوا محمد السباعي قبل ما نروح لكريم احمد يقول لنا عن تشكيله الاهلي والداخليه، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا فوجئنا بهذا الخبر، ولكن امنياتنا ودعائنا لاسرته ولي طبعا ان شاء الله باذن الله تعالى انه يكون مع الانبياء والشهداء باذن الله تعالى، وان شاء الله في الفردوس الاعلى باذن الله تعالى ان شاء الله، ولاسرته الصبر والسلوان. و ما فيش حاجه في ايدينا غير الدعاء بالرحمه ان شاء الله. كابتن ماهر. البقاء لفقيد الرحمه محمد السباعي، يعني احنا فقدنا بصراحه اخ وعزيز، وزي ما انت قلت يا ميدو كل الصحفيين وكل النقاد وكل الميديا اللي اشتغل فيها بتجن له كل الاحترام والشخصيه المحترمه، واثر فينا بشكل كبير جدا لما سمعنا الخبر، فعلا تاثرنا. يعني نتمنى لاسرته طبعا الصبر والسلوان، ونتمنى له الجنه ان شاء الله باذن الله. اكيد. كابتن شريف لو عايز تقول حاجه. لا، البقاء لله ان الله وانا اليه راجعون. اخويا وحبيبي محمد السباعي اشتغلنا مع بعض ثلاث سنين استوديو واحد انا وهو في اوربت، ساكن جنبي، وكان لي الحظ من ثلاث اربع ايام ان احنا نتواصل مع بعض. الحزن بيخيم على قلوبنا كلنا، الصبر والسلوان للاسره الكريمه على فقدان اخ محترم رياضي زي ما انت قلت. الدنيا كلها النهارده حزينه على فقدانها حبيبنا ده. الى ان نلتقي يا محمد السباعي، رحمه ونور يا رب باذن الله. يا رب. يعني قبل ما نروح لكريم احمد يا جماعه، انا اسف ان انا طولت، لكن محمد السباعي لازم ادي له حقه لانه فعلا اثر فينا كلنا وجع قلوبنا كلنا. زي ما قلت لكم اخر حاجه كتبها محمد السباعي كانت امبارح الجمعه، كان كاتب بوست كان بيقول: اللهم في هذه الجمعه بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوه لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا الى الجنه لا يسد. ده كان اخر كلام. طب نروح نشوف كريم احمد ونرجع لحضرتك على طول. كل التحيه ليك يا كابتن ميدو من جديد، كابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي، كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل وصول النادي الاهلي لاستاد بترو سبورت، مباراه الداخليه والنادي الاهلي، بنقول الداخليه طبعا لان الداخليه صاحب الارض في هذه المباراه. ابدا معاك يا كابتن ميدو بتشكيل فريق الداخليه، زي ما اكدنا هنا طبعا ان هو صاحب المباراه. في حراسه المرمى محمد صبحي، خط الظهر من اليمين للشمال
محمود شديد قناوي، احمد صابر، رشاد فاروق، ابراهيم ابو اليزيد في المنتصف، سعيد سومبري، ايمانويل ايجيبتور، اسلام جابر، احمد سعيد اوكا، وفي الهجوم حسين رجب، حسام باولو. 4-4-1-1 يمكن دي طريقه الداخليه في هذه المباراه. بدلاء فريق نادي الداخليه في حراسه المرمى مصطفى كالوشا، شهاب الدين خالد، محمد جمال، مصطفى عز الدين، محمد مخلوف، احمد بحبح، وحمودي شتا. تشكيل فريق النادي الاهلي اللي يخوضه النادي الاهلي بعد اختيار الكابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت حتى هذه اللحظه في هذه المباراه: شريف اكرامي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال احمد فتحي، محمد هاني، احمد علاء، ايمن اشرف، في المنتصف عمرو السوليه وهشام محمد، احمد الشيخ، اسلام محارب، وفي الهجوم ناصر ماهر ووليد ازارو. ايضا كمان بدلاء فريق للنادي الاهلي: احمد حمودي، مؤمن زكريا، محمد الشناوي، مروان محسن، محمد شريف، علي معلول، وكريم ندفد. زي ما اكدنا وقلنا طبعا يا كابتن ميدو، فريق للنادي الاهلي كان متواجد في فندق الاقامه القريب من استاد بترو سبورت. زي ما شفنا طبعا مستر مارتن لاسارتي كان متواجد في فندق الاقامه، هيكون متواجد ايضا في المدرجات اليوم غدا. بناكد يا كابتن ميدو المهمه الاولى لمستر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الاهلي، تكون اول تدريب استعدادا لمباراه بيراميدز، المباراه التي ستعقب هذه المباراه. زي ما اكدنا اكثر من مره خلاص تلاحم المباراه بدا بشكل كبير جدا، القرعه خلاص النادي الاهلي عرف المواجهه الاولى، فريق فيتا كلوب، مباريات عديده والتحامات كثيره. بنتمنى كمان شهر يناير يكون عوده جميع المصابين. خلال الفتره الماضيه فقدنا عدد كبير جدا، لكن زي ما اكدنا وقلنا من الاشياء المبشره الجمهور للنادي الاهلي هيعود لنا من جديد كل اللعيبه المصابه ان شاء الله تدريجيا. في لعيبه وصلت لمراحل اخيره في التاهيل: حسام عاشور، سعد سمير، اجاي، محمد نجيب، يعني لعيبه كتير جدا ان شاء الله باذن الله تدخل في فورمه المباريات خلال المرحله القادمه. يمكن دي كانت اجواءنا هنا حتى هذه اللحظه يا كابتن ميدو، اكيد ان شاء الله باذن الله عقب المباراه النادي الاهلي يؤدي اداء متميز، نتيجه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي، 3 نقاط باذن الله يكونوا في جعبه النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم من استوديو التحليل. شكرا ليك يا كريم. يعني اقول لكم بسرعه التشكيل مره ثانيه، التشكيل الاهلي طبعا نبدا به: شريف اكرامي، وايمن اشرف، واحمد علاء، ومحمد هاني، واحمد فتحي النجم الكبير، عمرو السوليه، وهشام محمد، واسلام محارب، وناصر ماهر، واحمد الشيخ، دول تحت وليد ازارو راس الحربه. محمد صبحي تشكيل الداخليه، ومحمود شديد، رشاد فاروق، ابراهيم ابو اليزيد، احمد صابر، محمد واحمد اوكا، وسعيد وإيمانويل جيبتور، وإسلام جابر، وحسين رجب تحت حسام باولو. 4-4-1-1 بيلعب بيهم علاء عبد العال احتياطي أو بدلاء النادي الأهلي: محمد الشناوي، أحمد حمودي، مؤمن زكريا، مروان محسن، محمد شريف، علي معلول، وكريم ندفد. كريم ندفد في البدلاء. واحتياطي الداخلية: شهاب الدين، مصطفى كالوشا، ومحمد جمال، مصطفى عز الدين، محمد مخلوف، وأحمد عبد الموجود، وحمودي شتا. كابتن، يعني التشكيلة كابتن عادل شايفها ازاي؟ خروج كريم ندفد وخروج مروان محسن، دخول احمد فتحي على حساب كريم ندفد، شايف التشكيلة ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتشكيل طبعا الجهاز الفني ما حاولش انه هو يجازف انه يبدا باحمد فتحي وعلي معلول، فالحلول اللي كانت قدامه انه كوليبالي، لانه خلاص طبعا مسيرته مع النادي الاهلي انتهت، فبيدخل احمد علاء، فأيمن أشرف بيلعب في مكانه، وفتحي، وبعدين هاني وعلاء. محمد هاني ماشي كويس الحقيقة، الماتشين بتوع أفريقيا كان ماشي كويس. يمكن كابتن يوسف مش عايز إنه يبدأ بعلي معلول وأحمد فتحي. أحمد فتحي موجود، مش عايز يبدأ بالاثنين. أوكي تمام، مش عايز يبدأ بالاثنين. تمام. فهو أحمد فتحي طبعا بيبتدي بيه النهاردة على أساس إن الجبهة دي بتبقى جبهة قوية في نادي الداخلية. تمام. علي معلول يمكن بيبقى ورقه بديله وحطه معاه في البدلاء. عمرو السوليه وهشام هو طبعا مثبت وسط الملعب لاصابه عاشور. اسلام محارب كان بيلعب الماتش اللي فات وكان اداؤه الى حد كبير جيد جدا، وخاصه اخر 10 دقائق. احمد الشيخ وطبعا مواصله اداؤه المميز، وكذلك ناصر ووليد ازارو. ولو تفتكر احنا وليد ازارو كنا قلنا يا ريت كان وليد ازارو كان يبدا الماتش اللي فات هو ومروان من البدايه، بحيث ان احنا كنا نلعب 4-4-2، ولما نزل كان شكل خطوره الحقيقه. فطبعا التشكيل انا شايف ان هو تشكيل معقول جدا وفيه اتزان، والدكه قويه جدا، فيها مروان، فيها كريم، فيها مؤمن، فيها علي معلول، الحقيقه دكه قويه. تمام كابتن ماهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا مباراه الاهلي والداخليه، يهم النادي الاهلي النهارده 3 نقاط بشكل ايجابي. الداخليه يمكن اخر 3 مباريات بالنسبه لها كانت يمكن مباراه وادي دجله الاخيره كانت تعادل 2-2، واحنا شفنا فرقه الداخليه من فرق ميدو اللي عندها دوافع بشكل كبير جدا وبتعمل مباريات جيده مع النادي الاهلي. النهارده كابتن علاء بيختار طريقه دفاعيه واضح قوي من التشكيله وطريقه اللعب 4-4-1-1. اكيد الكابتن علاء حاسس بقيمه النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي النهارده يهمه 3 نقاط، فيمكن طريقه النهارده كابتن علاء واضح قوي ان هو هيكثف نص ملعب بشكل كبير جدا. يمكن في مباراته مع وادي دجله كان عنده مشكله في عدم وجود سعيد سمبوري، كان عامل له مشكله في وسط الملعب، ويمكن الكابتن علاء قال النهارده بيغيب عن فريق لعيب مهم جدا في نص الملعب. عنده من اللعيبه اللي هدفين يمكن حسام باولو يمكن 8 اهداف، عنده اسلام جابر، واحنا شفنا اسلام جابر يمكن كان مستر اجير اختاره من ضمن لعيبه المنتخب بالزبط في الفتره اللي فاتت ويمكن جايب هدفين. عنده حسين رجب جايب 2، احمد اوكا جايب 3 اهداف. يعني النهارده التركيبه اللي موجود عليها في تشكيله الداخليه عنده لعيبه تقدر تجيب اهداف، لكن النهارده النادي الاهلي ميدو مغير حوالي يمكن 5 لعيبه. يعني المباراه اللي فاتت على لطفي كان موجود، النهارده مش موجود، كوليبالي كان موجود، النهارده مش موجود، كريم نيدفيد كان موجود في ناحيه الباك رايت، النهارده عوده احمد فتحي بالنسبه لنا مكسب كبير جدا طبعا، الحمد لله على السلامه لكابتن احمد فتحي. محمد شريف كان بادئ المباراه اللي فاتت مش موجود، مروان محسن يمكن 5 لعيبه مش موجودين في التشكيله، فده اذا كان بياكد ان الكابتن محمد يوسف بيعمل نوع من التدوير النهارده للاصلح. فانا شايف النهارده وليد ازارو قوه ضاربه للنادي الاهلي من بدايه المباراه. تمام كابتن شريف، خروج كريم نيدفيد من التشكيله الاساسيه، هل كان ممكن يستعين به كواحد من الديفندرات مكان هشام محمد او عمرو السوليه، او يلعب جنب عمرو السوليه زي ما احنا متعودين، ولا هو كده الكابتن يوسف حطه كقوه زي ما الكباتن بيقول؟ هو وجه من وجوه كريم نيدفيد القويه اللي هي ظهرت بالنسبه للمدرب اللي هيمسك الفريق بكره. فاعتقد ان محمد يوسف النهارده بيفكر يعني بيحاول انه يدخله بعض العناصر اللي هي من القوام الاساسي زي احمد فتحي، زي عمرو السوليه بياكد عليه، احمد الشيخ وليد ازارو بيرجعه تاني، عايز يديله جواكر زي محمد هاني انه بيخش جوه. احمد علاء ده برضو معرفش كان خواجه اتفرج عليه ولا لا، بالنسبه لوجوده في النهارده اساسي تعويضيا عن الراجل اللي هو مشي كوليبالي. ايمن اشرف وثباته كمنتخب مصر وفي النادي الاهلي برضو احتياطيا في هذا المكان لعلي معلول اللي هو معتبره الاساسي. علي معلول موجود النهارده على الدكه، هل نتيجه المباراه هتسمح له ان هو يكون ليه بعض الشيء من الاشتراك؟ فانا شايف ان هو كريم نيدفيد النهارده مش بديل جيد، بس انما هو خلاص يعني الرساله النهارده بتاعت محمد يوسف هي للمدرب، دول اللعيبه اللي عندنا، دي اللعيبه اللي هي موجوده عندك، انت شفت منها جزء وفي جزء متعور راجع، في جزء موجود انت تعرفت على الشكل ده. فاعتقد ان هو حب يعمل له توليفه النهارده تليق بامكانيات الداخليه، ويقدر يمسك برضو الملعب في وسط الملعب باسلام محارب وناصر ماهر واحمد الشيخ والسوليه. هشام محمد، انت بقى السؤال اللي سالتني عليه، كان ممكن النهارده كريم نيدفيد برضو يبقى احد الجواكر اللي هو مكان هشام احمد، مع هشام محمد اللي احنا شفناه في افريقيا ليميتيشن، يعني بيقدر يستلم الكره وبيحاول حاله تعويضيه لحسام عاشور. الراجل كريم نيدفيد كنا احنا زي ما انا معاك تماما انه لازم ياخد بقى، لازم يكمل، لازم ياخد الانطلاقات من ناحيه اليمين، بيعوضني جوكر لو احمد فتحي هو راجع من اصابه النهارده، ما يبقاش الضغط جامد قوي على احمد فتحي النهارده. وجود كريم نيدفيد كان يقدر يريح احمد فتحي شويه برده ويعمل حركه تبادليه برجوع فتحي على مهله بدخول نيدفيد ناحيه اليمين. فانت سؤالك طبعا في شيء من الحرفيه وفي شيء من الطمع ان احنا دايما للقدام ما نخسرش لاعب بيطلع لفوق ونبتدي نرجعه تاني على الدكه او بديل. تمام. كابتن عادل، المقصود من تغيير مروان وازارو، يعني مروان كان ماشي كويس جايب اهداف، الدنيا عنده ايجابيه جدا. النهارده كنا متوقعين انه يبدا بمروان كالعاده، لكن ايه المقصود بتغيير ازارو؟ هل هو استغلال مساحات الضيقه في ملعب بيتو سبورت ان ازارو مثلا عنده سرعات؟ ايه المقصود لو حضرتك دخلتني في دماغ محمد يوسف؟ بالنسبه لمروان، انت عارف مروان لعب يمكن 4 أو 5 مباريات متتاليه ورا بعض، ما ارتاحش خالص الفترة اللي فاتت مع سفر مع اجهاد، وما اتغيرش في كل الماتشات، يعني حتى الماتش اللي فات طلع اخر دقائق في المباراة
وبالتالي انا شايف انه البدايه باظهاره انك انت لازم تتوقع ان فريق الداخليه هيبقى فريق خصم عنيد للنادي الاهلي. بالظبط. تلاقي دايما النتائج بتاعته مع الفرق يعني كسبان الانتاج الحربي، كسبان الاتحاد، كسبان مصر المقاصه، كسبان الطلائع، اربع ماتشات كسبانهم. صحيح خط ظهره بيستقبل اهداف، يعني من ضمن الحاجات برضو الغريبه جدا هو ليه 20 هدف وعليه 22 هدف، فدي برضو بتقول ان خط الدفاع بتاعه بيجيب اهداف وبيدخل فيه اهداف واهداف كتيره. 22 هدف. وبالتالي النهارده وجود ازارو وخاصه الشوط اللي لعبه في اثيوبيا، الحقيقه من اول ما نزل حسينا ان هناك خطوره في كل كره بتجيله، سواء تمريرات. ازارو مهاجم كبير طبعا. وهو كمان بيصنع الفرصه لنفسه، حتى لو ما جاتلوش بتلاقي كره مشتركه بيطلع ويكتف وياخدها ويروح. طبعا سوء حاله الملعب والجو والكلام ده يمكن في كورتين ثلاثه كان ممكن جدا يكونوا اهداف. انا شايف النهارده انه وليد ازارو ممكن جدا، وده اللي برضه يعني ما اتمناهاش، ان يعني في فتره من الفترات ممكن جدا نحتاج لمروان مع وليد ازارو. فانا يعني طبعا الاثنين على كفاءه عاليه، لكن بكل الاحوال ازارو انا شايف ان هو البدايه بتاعته هتبقى بدايه موفقه باذن الله تعالى. تمام. كابتن ماهر، وجود حراس كبار في النادي الاهلي، شريف اكرامي، محمد الشناوي، لكن دلوقتي شريف محمد الشناوي تحديدا هو حارس مرمى منتخب مصر الاول، هل جلوسه على الدكه الاحتياطي هتؤثر عليه مع المنتخب؟ لا انا شايف، ولا المفروض كان محمد يوسف يعمل ايه؟ او الاختيار هو المفروض يبقى هو ايه؟ هو شريف قال نقطه فنيه مهمه قوي، ان بقيه اللعيبه اللي ما شافهاش المدرب الفني النهارده محمد يوسف بيشركها بشكل اساسي، فمنها شريف اكرامي. يعني يمكن الشناوي يمكن شافه خلال المباراه السابقه، لكن عايز اقول لك ان احنا الحمد لله رب العالمين ان الشناوي وعلي لطفي وشريف اكرامي دول ناس عندهم خبره بشكل كبير جدا. انا بتكلم كفكر مدرب حراس المنتخب لما يشوف الحارس الاساسي قاعد بديل، ما راجع من اصابه ميدو. بالظبط. انا بتكلم في كده. انا كان شريف اكرامي قبل كده برضه ازارو برضه راجع من اصابه، كان حارس المنتخب وبعد كده الشناوي لعب عليه. اثرت على شريف اكرامي سلبيا والشناوي اتاخد المنتخب. لكن ما بتاثرش يمكن في الفتره ديت على اساس ان هو عارف الشناوي وعارف امكانياته، وان الشناوي فعلا الراحه دي راحه نتيجه الاصابه اللي كان موجود عليها من خلال الشد عضلي، هي اللي اثرت يمكن على الشناوي. ممكن يديهم ماتش وماتش ولا الكلام ده مش صحي للحراس؟ حسب الاتفاق لما يجي الراجل، حسب الاتفاق مع طارق سليمان والمدير الفني. المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن كل حاجه بالنسبه لفرقه الكوره. لكن حته واحد لواحد ديت يمكن دي كانت زمان ايام اكرامي وثابت بطل ايامنا احنا، لكن مش ماشيه بالتدوير مع الفرق الكبيره النادي الاهلي بالذات خلال الفتره اللي فاتت. لكن عايز اقول لك ان يعني جرأه وشجاعه ان محمد مركز، محمد يوسف، ان هو بدا يعمل تغيير في الشكل واداء لعيبه النادي الاهلي المجموعه اللي ما شافهاش الراجل. يعني زي ما قلت لك اخر مباراه بتقولها رسميا، ما اعتقدش ان هو بيفكر ان هو يوري مجموعه الراجل، على قد ما هو بيفكر ان انا اخرج باخر مباراه رسميه ليا ان انا اظهر بيها كمدير فني كفء جدا وكبير جدا. وخرجت فعلا من النادي الاهلي مش هقول كابو، هقول كانت فتره اهتزاز، وطلعت البر الامان مع النادي الاهلي. اكيد طبعا استراتيجيه محمد كمان انه ياخد ثلاث نقاط النهارده زي ما انت قلت يا ميدو. لكن عايز اقول لك انك انت من امانه المهنه انك انت في لعيبه الراجل ما شافهاش، فانت النهارده بتعرضها، تعرض بضاعتها قدام الراجل، ودي حاجه بتحسب لمحمد انه مركز في الجزئيه دي. ومحمد لما يعود لمكانه كمدرب عام لمساعده الراجل، من الامانه ان هو بيعرض عليه كل الحاجات، واخد بالك، على الطبيعه، لان الراجل يهمه جدا اذا كان بالنسبه للتشكيله، بالنسبه للاحتياطي، بالنسبه للاساسي، الناس اللي شاركت والناس اللي ما شاركتش. فدي حاجه تحسب للجهاز الفني. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله من بدايه المباراه. زي ما قلنا الداخليه فرقه محترمه، معاهم مدرب واعد، مدرب عنده كيمياء بينهم بعض وحافظينهم، وبيحبوا يلعبوا قدام الاهلي مباريات مميزة. بالظبط. مباراة فيها دوافع بشكل جيد. بالظبط. يعني. عايز تتكلم، هو انا هكمل لمار بس. اتفضل. هو انا ما ينفعش اقعد علي معلول بره. في لعيبة عندي انا كوم اساسي، ادام احنا اتفقنا ان عايزين نوريه للراجل، فكان يخش وايمن اشرف يخش واحمد علاء يستنى، مش مشكلة. محمد هاني. لان في شكله احنا هنعتمد عليه الفترة الجاية. لو القوام الاساسي بتاعك وصل، مش هتحط احمد علاء على ايمن اشرف. ولا محمد هاني موجود، ولا محمد هاني ممكن يبقى موجود لما يرجع القوام الاساسي بتاعك.
انا شايف ان محمد نجيب كمان ممكن يكون مشترك بعد كده في الفتره الجايه. يعني هيبقى عندك كسره عدديه بالوافدين كمان اللي هم انت توفقت وجبتهم بعد يناير. فانا ما مش شايف لازمه جدا ان مروان محسن يقعد بره، ما يقعد يلعب جنب، ما انت بتحتاجه في ثاني تايم مع ما يدخل فيه الجون. وانا ليه عندي لازمه قصه ان انا كل ما يخش فيا جون العب بقى باتنين فراوده؟ طب ما تبقى دي اللازمه بتاعتي. انا عايز تلعب بديفندر واحد وديفندر تاني مثلا شكله هجومي شويه. انا بلعب بهشام محمد وعمرو سوليه مع فرقه بتهاجمني بمهاجم واحد وانا العب ورا اربعه ورا. انا مش فاهم يعني الفكر ده. احنا النادي الاهلي ده احنا المفروض نلعب 3-4-3. طب ما خلينا نتكلم كابتن شريف في دماغ محمد يوسف كشخصيه كابتن عادل، ان هو عايز يطلع النهارده ان هو كسبان الماتش بوجهه نظره هو، ان انا امن كويس قوي ما تخش فيها جون، عايز اكسب ماتش عشان اسلم النادي الاهلي كسبان. عايز اشرح لك حاجه. اتفضل. انت بتلعب فرقه على طول بتستقبل هدف اول ما بيلعبوا، لما بيلعبوا بشكل دفاعي. احسن مميزاتهم في حياتهم عملوها في الدوري السنه دي، كسبوا فرقه نادي الاتحاد 3-0 ودي كانت طفره، وقلنا ان الاتحاد هو اللي فيه وطار فيها اجهزه وطار فيها ناس واستخدموا ناس ثانيه بسبب هذا الشكل وكان. لما هو على طول تلاقيه متاخر بهدف ويتعادل، يتاخر بهدف ويتعادل. انا فكري بقى انا كمدرب لما اكون بلاعب فرق زي دي، عارف ان هي الثبات بتاعها ان هي تمسك نص ملعب وتدافع في الاول، وعندهم التحركات بتحفظات والوعي الدفاعي مع الوعي الكونتر اتاك. عشان انا كفريق نادي الاهلي بقى مع فرقتي مع اللعيبه اللي عندي دي كلها مع اللي هيخشوا عليك، لازم الفكر يتغير. لازم انت النهارده تبقى اكثر جراه، اكثر امتلاكا، عندك اللعيبه موهبه كويسه جدا، عندك احسن لعيبه موجوده، يبقى انت منفتح اصلا في الملعب بكل قوتك. انا مش دايما هبقى بلعب عندي حته في ايدي وما بعملهاش. بس هو محمد يوسف انا اكتشفت ايه؟ انه ابتدى يدي لكل واحد راجع من الاصابه او بيلعب جزء من المباراه من ال 90 دقيقه، فوظف مروان انه ممكن يستعين بيه في الكابتن عادل بيتكلم في الحته دي انه ممكن يستعين، بس انا مش عايز استعين. افرض انا كسبت 2-3 اول تايم، مش هستعين بمروان جنب ازارو، لا ده انا استعين بمروان جنب ازارو واضغط اكتر واخلص اكتر وامسك انا زمام الامور. ما خليش الملعب مفتوح على فرقه هي خايفه منك اصلا فتفتح لها الملعب من قدام ان هي جايه توصل لغايه نص ملعبك. فانا معاه ان هو يقدر يدور اللاعبين على قد الامكانيات والاصابات اللي هم خارجين منها. انما انا برضو في حته، انا علي معلول ده كان النهارده لما انت شايفه انه خف والكلام من ده، لازم يبقى موجود كباك ليفت النهارده واخر محطه للراجل يتفرج عليه النهارده. تمام. كابتن عادل، البدايات احنا خلاص قدامنا اقل من 5 دقائق، البدايات انا هرد كده حاجات بسيطه كده. شناوي وشريف، اتفضل. شناوي وشريف، شناوي لعب على شريف وهو بقى له 10 سنين بيلعب دوري. فشريف ما زعلش ولا حاجه، النهارده مش موجود. يعني كون الشناوي لعب وشريف اصلا كان هو الجول الاساسي لمنتخب مصر، فدي طبعا في النادي الاهلي مش موجوده. من مصلحتنا كاهلاويه يبقى عندك جولين اقوياء جدا، وراك في واحد في ماتش وماتش ايه المشكله؟ مفيش مشكله بالنسبه للقويتين. لا ما اقصدش ان هو انت بتعمل كادرين، يعني هو جاي من كاس العالم بس برضه ما هو شريف شخصيات وغانا وكده. تفرق معاك ككوتش ان ده ياخد ماتش وده ماتش في امكانيات الاثنين؟ لا انا كان تفرق ممكن معاك. ممكن تشتغل ازاي الفرقه اللي انت هتلاعبها؟ شناوي وشريف كل واحد فيه بيتميز بحاجات معينه وليه انتقاص في حاجات معينه. انا النهارده هلاعب فرقه كلها بتلعب الكرات العرضيه، مين الافضل شريف ولا شناوي؟ فوليد يبقى ده اللي ياخد. في ناس بتعمل كده وانا كنت بعمل كده. في حسب يعني متوقع ان يبقى في ضربات جزاء، طب مين بيلعب ضربات جزاء افضل؟ مثلا شناوي، يبقى شناوي في الماتش ده بيبدا الهجمه بسرعه وبيعمل المرتده سريعه حسب الوضع يعني. اهو كده انت بتتكلم في اثنين يا كابتن عادل عندهم طموحات شخصيه. ما الاثنين عندهم، الاثنين عايزين يروحوا منتخب مصر، يملكون جميع المواصفات ان هم حراس على اتاثر عليه ان شناوي لعب عليه. لمصلحتنا النادي الاهلي منتخب مصر أوكي. ان الاثنين في النادي الاهلي يتبادلوا والاثنين يكونوا جاهزين. عشان كده بقول ممكن ماتش وماتش. بالنسبه للكلام كابتن شريف، محمد ما حاولش ان هو يجازف انه يلعب مع فرقه تخبط وفرقه قويه بدنيا انه يلعب باثنين طالعين من اصابه ممكن تتاخد عليه. هو برضه محمد بيفكر في اللي ممكن يتقال لو في نقد ولا حاجه. اخر ماتش ليه يا كابتن عادل؟ انا بتكلم ان هو مش عايز يجازف، مش عايز يجازف ان هو يلعب باثنين مصابين. يقول له انت ازاي اثنين جايين مصابين وبتبتدي بالاثنين؟ ما جابوش يا كابتن. وبعدين الفريق الداخليه كابتن اخر حاجه، فريق الداخليه بيلعب تقريبا ب6 او ب7 في وسط الملعب.
وبالتالي وبعدين بيستغل المرتده السريعه عن طريق حسام باولو وعن طريق حسين حسين رجب واسلام رجب واوكا جاب 3 اجوال على فكره من اللاعيبه الكويسه يعني. فبالتالي ازاره مع كثافه في نص الملعب مع انطلاقات الشيخ ومع انطلاقات فتحي مع انطلاقات ايمن، اعتقد باذن الله تعالى سيناريو المباراه هيبان من اول ربع ساعه، والفرقه دي اتمنى على محمد يوسف الجهاز الفني انه يفضل لاخر دقيقه عايزين الرغبه في احراز جبنا الهدف الاول، يبقى الثاني الثالث الرابع، لان الناس دول بيفضلوا يلعبوا لاخر دقيقه. تمام، يعني كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده. مباراه زي ما بيقول نجوم الاستوديو التحليلي، مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه جدا على عبد العال حافظ الداخليه، او في كيمياء زي ما بيقول الكابتن ماهر همام بينه وبين الداخليه. ان شاء الله تكون لعيبه النادي الاهلي النهارده في قمه الفورمه الكرويه بتاعتهم ان شاء الله، ويمتعونا وكمان يبقى في 3 نقاط غاليه جدا للنادي الاهلي. نروح لتقرير عن هذه المباراه ونطلع نتفرج على المباراه، ورجعوا لنا بعد هذه المباراه هيبقى عندنا كلام كتير جدا هنقوله لحضراتكم.